السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في كل مكان، وكل عام وانتم بخير. بتمناكم إن شاء الله دايما بصحة وعافية وسالمين وتامين. أهلا بكم كثير في أولى الفترات المفتوحة في عيد الأضحى المبارك على قناة الشروق الفضائية. برحب بكم كثير، وموضوع لي اليوم عن القائد والقيادة. إن جازين التعبير، هي كالقلادة لا يرتديها إلا من يحمل صفاته وسماته. إذا توفرت أو سلمنا هناك شخص بتميز بمواصفات القائد، لابد أن يكون في عدد من الصفات والسمات اللي بتميزه عن غيره عشان يقدر هو يقود مجموعة من الناس. عدد من المحاور ما بين الفطرة وما بين الموهبة المكتسبة وصفات القائد من الطفولة إلى الكبر، مع ضيوف متميزين في هذه الفترة المفتوحة. سعيد جدا أرحب بهم بضيفتي داخل الاستوديو. هي واحدة من مثقفات بنات جيلة وأجيال كمان متعاقبة، والتحقت بالعمل مع الأمم المتحدة لعشرات السنين، تمتاز بالطيبة والصدق والجماهيرية أيضا العالية. برحب بك كثير الأستاذة سارة أبو، كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. إن شاء الله يا رشا، أرحب بك برضو وأتهاني لكل المستمعين الأكارم، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، وينعاد علينا العيد بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب. حبيت كثير كمان ضيفنا داخل الاستوديو، هو زاوج بين المهنيه والانسانيه بلا خلط، واخى بين السلطه والبسمه بلا ضرر ولا ضرار. تقلد منصب نائب المدير العام لقوات الشرطه والمفتش العام. معنا داخل الاستوديو سعاده الفريق شرطه دكتور العادل عاجب يعقوب. مرحبا كثير وكل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين. مرحبا بك ومرحبا بكل الجماهير السودانيه التي تشاهد قناه الشروق الان، في داخل السودان وخارج السودان. مرحبا كثير. وايضا ضيف داخل الاستوديو عزيز وصاحب جماهيريه عاليه، هتفت الجماهير باسمه، النقر جاء فاضل دقيقه والنقر بيجيبه، وكثير من الهتافات المختلفه. خاض رحله احترافيه ناجحه في الدوري السعودي، مرتدي قميص النصر بجانب الاسطوره ماجد عبد الله، وهو لاعب صاحب أهداف من طراز فريد ومدرب مقتدر، حقق مع الهلال 4 ألقاب من بطولة الممتاز بجانب إسهامه في وصول الهلال لنهائي إفريقيا عام 87 و92. مرحبا بك كثير وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة كل عام وأنتم بخير. مش دي الهتافات ولا في زيادة عليها؟ صح. كل عام وأنتم بخير، ويعني الموجودين في الاستوديو وخارج الاستوديو نقول لهم تعيدوا بخير، وإن شاء الله يعني نكون نقدم حلقة حلوة ترضي الناس في هذا اليوم الجميل، عيد الأضحى المبارك. مرحبا كثير. معنا كمان كروان الفترة المفتوحة دي ضع صيته في حاضرة الجاليين شندي، وارتبط اسمه باسمه، صار لا ينادى إلا باسم المنطقة. أيضا التحق في العام 1979 بمعهد تدريب المعلمين بأم درمان لنيل كورس المعلمين، كان أستاذ بالفترة الصباحية ويطرب أهل شندي بالفترة المسائية. عند وصول الأم درمان وجد بعض أشرطة صبغته إلى الخرطوم، عبر أبناء شندي المقيمين بالعاصمة اتجه للإذاعة لإجازة صوته بصورة رسمية. مرحبا كثير الفنان الأستاذ المبدع حسين شندي، كل عام أنت بخير. كل سنة وأنت طيبة، والمشاهد الكريم وأهل السودان قاطبة بخير، وربنا يعيده علينا وعلى الشعب السوداني عامة باليمن والبركات. مرحبا كثير. والفرقة الموسيقية أيضا المصاحبة في الفترة المفتوحة. وقبل ما نبدأ عن القيادة والقائد، وكل شخص فيكم قائد في موقعه وفي مكانه، نبدأ بأغنية أول حاجة. نبدأ محاورنا بعد كده. Thank you.
بنت قدمت لك الليل هدية قدمت لك الليل هدية لكني يا الطير رحلت كان زماني معاك شوية كان زماني معاك شوية ما جنيت غير المظنة ليش كنت لابسة حياتي حلا قلت أكتم ريت هلقني من عيون الهاي ما طلع قلت أكتم ريت هلقني كنت أسأل في حياتك
سد بابه تاني مايا قائد تمام الفرقة الموسيقية وللأغنية ذاتها حبيت كثير نعم دبلوماسي محمد خير والحان أخونا صلاح مجلس وأنا بهديهم يعني هذا اللحن ويعني أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين نعم شكرا إن شاء الله برحب بكم مرة ثانية ونبدأ بالحديث عن القائد والقيادة أستاذ سارح بدك كده والقيادة أو الشخص القائد ده بالفطرة هو بنلقي انه قائد من هو الطفل ظاهر فيه والقياده دي ولا مكتسبه تعتمد على تربيه وظروف بيئيه محيطه له؟ طبعا من ناحيه علميه يقول لك مدارس في مدرسه بتفتكر انه هي مكتسبه فطره ومدرسه بتفتكر انه مكتسبه ولكن القياده هي طبعا الانسان ينشا حسب البيئه اللي هو عايش فيها وقد تكون في بيئات قياديه بطبعها لكن ليس بالضرورة أن يكون ابن القائد قائد وعليه في صفات يجب أن تكون في القائد متوفرة بحيث أنه يكون قائد ويجب أن نفرق ما بين القائد وما بين الإداري لأن القائد هو بيصنع الأحداث هو اللي بيخطط هو اللي بيعمل أشياء لكن الإداري هو الذي ينفذ ويعني بيكون الفرق ولذلك بس في كل الأحوال في مجموعة من الناس تبعين للشخص دي وهو دي هذه هي الفكرة لأن أنت بتقود مجموعة من البشر بتقودهم بطريقة يجب أن تتوفر فيك هذه السمات والصفات بالمعطيات الموجودة اللي هي تحقق لك هذا النجاح بمعنى القائد يجب أن تكون فيه صفات شخصية هو ذاته خاصة به وتساعده في أنه يكون قائدا للناس ومرتبطة بالسلوك مرتبطة بالكاريزما بالتخطيط بالطريق الذكاء الاجتماعي العلاقات الخاصة بينه وبين الناس لأنك أنت بتقود مجموعة من البشر هذه واحدة النقطة الثانية بالضرورة أن يكون القائد هذه الصفات الموجودة فيه أنه يستطيع أن يقتحم المواقف يكون عنده الشجاعة لأنه القائد إذا ما بقى شجاع هو يأخذ يعني المبادرة الأشياء أنا حاجب بالتفصيل حنتكلم عن صفات القائد نعم. أو السمات اللي لازم نعم. تتوفر فيه نعم. كشخص عشان يكون هو يستحق القيادة فعلا ساعة الفريق عايز أعرف برضو كمان وجهة نظرك في أنه القائد بالفطرة القيادة دي ولا مكتسبة بتعتمد على التربية والبيئة سارة قالت ما شرط أنه ابن القائد يكون قائد يعني فالحاجة دي ممكن تلعب دور بأي شكل أنها تشكل قائد صغير أنا أبدأ أقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إحنا لابد أن نصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الغائد نمرة واحد وسيظل الغائد نمرة واحد بإذن الله سبحانه وتعالى وأنا أذكر الأستاذ الدكتور عبد المعطي أحمد عبد المعطي حجازي بيتكلم عن القيادة بصورة غير مباشرة قال العالم القديم لو ما في أرسطو وسقراط والعالم الحديث لو ما في فولتير وأينشتاين وكذلك فوق قمة هؤلاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان يكون حال العالم كان حيكون عالم تايه ولذلك القيادة أنا أقول إنه الإنسان ربنا سبحانه وتعالى أكرم الإنسان وكرمه وغرس فيه كثير من الخصائص الجميلة وهي يعني زي العقل الباطن مدسوسة في داخل الإنسان ودي بتغودنا لأنه في حاجات فطرية لكن يستحيل على الغائد انه يكون غائد فطري لابد ان يكتسب ولابد ان يكتسب معارف
لانه مثلا بيقول لك الغايه هو عباره عن غلعه من الحكمه، المعرفه، الفكر، الحريه الى غير ذلك من الامور. يبقى اذا لابد من ان يزغل هذه الفطره، ولابد ان يحييها ويغيظها يعني ويجعلها تعمل ويستفيد كثير من البيئه المحيطه عشان ينطلق غايه. يعني من الصعب جدا نقول في غايه بالصدفه، مستحيل جدا يكون في غايه بالصدفه. وفي تقدير يعني انا ما تقدير الكبير للدكتوره ساره، وانا برضو احييها وانتهز هذه الفرصه لاحيي احد غادة الشرطه الكرام الذين لا ينساهم الناس، رغم ان انا ما عملت معاه شخصيا. السيد مكي حسن ابوه والده مدير عام الشرطه الى الان اذكر الناس ليه؟ لانه عنده كل سمات القياده متوفره فيه. فاحييه واحيي كل رجال الشرطه في السودان يعني في الخدمه وفي المعاش وغيرهم. فلا بد الانسان ان يجتهد حتى يغطي استمرار القياده، لكن اذا كانت عنده فطره ولم يجدد هذه الفطره ولم يحييها والبيئه ما ساعدت في تطور لا يستطيع باي حال من الاحوال. لذلك الاكتساب والاحتكاك هو مهم جدا. فوق ده كله بتجي الرغبه، يعني الرغبه الشخصيه. ولذلك هي قالت ممكن ان الغايه ما يكون غايه. ايوه، وفي ناس كثيرين جدا فشلوا في الحياه وابوهم كانوا غمم من الغمم. ولذلك الرغبه الشخصيه هي مهمه جدا، يعني الرغبه الشخصيه والايمان. ودي بتقودنا لحب المهنه، يعني حب المهنه لابد حب. اذا ما كان في حب للمهنه ما بتكون في اي قياده باي حال من الاحوال. صحيح. حب المهنه هو الذي يمكن الانسان من ان هذه الثمار تخرج وتنبت وتصبح ظاهر للقياده ان شاء الله. طيب نجيب كمان كابتن مصطفى النجر في اتجاه ايضا يعني مختلف، القياده والقائد ما بين الفطره وما بين الاكتساب، تتفق مع سعاده الفريق ومع استاذه ساره في انه لازم تكون في فطره وفي استعداد لها وفي خبرات كمان متراكمه واكتساب ايضا لخبرات عشان يكون في قائد ناجح؟ والله هي القياده طبعا زي ما قال الاستاذ يعني عده انواع ذاتها، يعني في واحد مترتبه بترتيب زي مثلا يبقى يبتدي من جندي لحد كده في الجيش، في ثاني تختلف ممكن تكون في جهات ثانيه اللي هي مثلا عندنا في الرياضه. يعني ما بالضروره انك انت تكون قديم عشان تبقى الغايب بالمناسبه، لانه السمات بتختلف من فرد والاخر. طيب. هنا انت بتتدرب عليها يمكن لانها هي في الرسميه، لكن انت في الرياضه عندنا حسب اداء الشخص وحسب الاقدميه مرات بتكون بتتناسب مع بعض. وبالتالي هي في الاخير يعني القياده هي عندها صفات زي ما قال، عندها صفات يعني ما كل انسان بيبقى غايد، لان عندها صفات وسمات لازم تكون عند الغايد ده عشان يبقى هو غايد للفرقه، لازم يستحق القيادة هذه. طيب استاذ ساري لما نجي لاهم مقومات القائد الملهم، يعني لما نقول قائد احنا ما شرط انه يكون اي قائد هو ناجح. يعني في قائد هو قائد بس ممكن ما يكون واصل مرحلة من النجاح، فشو مقومات القائد المهم؟ يعني في كاريزما، ثقة في النفس، وشنو من الصفات؟ شوفي الكلام اللي قالوه ده كلام مهم شديد جدا. ليس بالضرورة تكون مثلا أول الفصل هو الذي يكون قائد في المستقبل الأيام، لأنه دي مرتبطة بالأكاديميات فقط. الألف بنشوفه زمان والألف مختار، وقد لا يكون هو الأول لكن يكون عنده. طيب مش بيكون في بوادر يعني ظاهرة؟ البوادر ما هي ليس فقط الذكاء الأكاديمي، ولكن الذكاء الاجتماعي اللي انا بديته اللي هو القياده، الاستعداد في انه يقود. والقياده دي بالضروره انه يستعد انه يكون يغير، يستعد انه يخطط، وعنده المقدره في انه يغير، يضع اهداف، يضع اسس. انا كقائد بضع الاهداف، بضع السمات الاساسيه للمؤسسه اللي انا بقودها، لكن بيجي منفذها زول غيري. لكن هذا القائد هو الذي لديه الفكره، هو الذي لديه الاستعداد، المهاره. والقائد ده انت بتقتبسيه وبتلقي حتى في اطفالك الصغار، بتلقي واحد انت ما عملت ده ليه؟ بتحسي به وانه بيوجه الثاني. دي نقول من الصغر بالفطره، ولكن ده الاكتساب، لكن انت بعدك بتنميها بالمهارات. ولكن هناك عامل اساسي حتى الخبره، يعني انت كونك تكون قائد يكون عندك خبره في هذه القياده، انت ماشي ومتدرج في الخبره دي لغايه تستطيع ان تقود، تصل للمؤسسة الكبرى أو الجهة الكبرى في أنك أنت تقود، على اعتبار أنه أنت شخص عندك سمات متميزة. وبالضرورة أنت ذكرتي فيها الكاريزما، والكاريزما اللي هي الحضور، صحيح، الاستعداد، ومربوط بها
طريقة الكلام، طريقة المشي، طريقة اللبس، فن الحوار، فن الحوار، الاستماع، وحدة الاستناد والاستماع للغير، صفات القائد، واحدة من صفات القائد عشان الناس يقدروا يستمعوا له. يعني انت ما ممكن تجي انا بس عايلة كده اقول انت سمح ولا دقياف ولا دشكل تنفع معنا قائد، لا نيفر. لكن لازم يكون في سلوك ايجابي وسلوك مربوط بالشيء اللي انت بتعمل فيه، انت ممكن تكون قائد. اهم صفه الاستعداد للتغيير، لانه الناس في الاصل ما بتقبل التغيير. وانت بتكون قائد ذكي لكي تكون المهمه ضروري تكون في مقاومه للتغيير، لكن انت بتكون ذكي تغير بحيث تصطحب معاك المجموعه اللي انت بتقودها. اذا قاوموك لدرجه انه ما قدرت معناته انت ما قائد، معناه في مشكله، في مشكله في قيادتك، انك انت تقود الناس عشان يمشي معاك في الشيء اللي انت عايز. والقدرة على اتخاذ القرارات ايضا في المواقف الصعبة، تتمثل الشجاعة ذاتها. يعني القائد يقول انا امشي بورق يقدمه، لا يمكن، لساعدة الفريق، لساعدة الفريق. يعني ده اللي مشكلتهم. ولذلك هم يعني قد يكون الفريق قد لا يكون اول دفعته فقط، وقد لا يكون، لكن يكون فيه سمات هي التي دفعته. من قادته اللي قبله بيعرف انه هذا الشخص بالضرورة ان يكون بيلتقطوه كده انه يكون احد قادة المؤسسة الرسمية. أيوة. او المؤسسة اللي بيعمل فيها. طيب سعادة الفريق، يمكن يعني بشوف الموضوع ممكن يعني يهتموا به عدد من الفئات. اذا قلنا مثلا في قادة ممكن يتابعونا الان، ممكن تكون فرصة ان الواحد مثلا يراجع طريقة قيادته هو للمجموعة دي، كمان للامهات للاسر اذا حسوا انه في مثلا في ثلاثة ابناء، في طفل مثلا عنده الاستعداد للقيادة، فكيف يقدروا ايضا ينموا فيه الحاجة دي اكثر عشان هو فعلا يكون قائد. يعني فنقدر نحن نصنع الحاجة دي صناعة، وشو الصفات المفروض هي يتميز بها القائد عموما في أي موقع، واستصحاب كمان أيضا مع شرطة. أنا رأيت في تجربتي ومحترمي وتقديري الشديد لكثير من الآراء الفكرية حول الخصائص وسمات القيادة، لكن بيقول فيه أنه في حاجة مهمة جدا، يعني اللي الغد على تحمل المسؤولية. أي زول بيقدر يتحمل المسؤولية يمكن أن يكون قائد، ومهيأ أن يكون قائد بارع جدا جدا. لانه التخطيط ممكن يجي، التنفيذ ممكن يجي، المتابعه يمكن ان تجي، الشجاعه ممكن تجي، لكن القدره على تحمل المسؤوليه هي مربوطه بالشجاعه طبعا، لكن القدره على تحمل المسؤوليه في مواقف صعبه دي مهمه جدا. انا يعني كنا في حوار قبل ايام قليله مع احد الزملاء في مؤسسه امنيه، كان في حادث كبير جدا في الخرطوم قبل عدد من السنوات، انا ما حاذكره عشان ما يصير اسمع الناس. اي نعم. فهو حاول يتصل بعدد كبير من المسؤولين، وجد كل التليفونات ما ردت عليه، التليفون واحد رد عليه والتليفون رد عليه، وده جاء طواري. دي القدره على دي المسؤوليه في اي ظرف من الظروف. يعني في اي ظرف، اذا كان في طفل، انا عاوز اتكلم في المجالات الاجتماعيه، لكن لو كان في طفل بيتحمل المسؤوليه ده يمكن ان يكون قائد، ممكن ان تزرع فيه الثمار بتاعت القياده بسهوله جدا، ممكن ان يعلم اشياء كثيره. ولكن الان الازمه الحقيقيه جدا اللي بتواجه الناس كلها في الدنيا كلها هي القدره على تحمل المسؤوليه. فاذا استطعنا أن نوجد أشخاص يتحملوا المسؤولية في المسألة مهمة جدا. نعم. ولذلك أنا ما عايز أتكلم عن التعليم، لكن لابد الآن المؤسسات التعليمية هي بتصنع القيادات في الدولة، لابد أن نرجع لنظام يمكننا من صنع قيادات في الدولة في كل مختلف المجالات. فلابد أن نرجع للسيستم. الآن إحنا ما عندنا سيستم جديد عشان نصنع به قيادات. أيوه. نبدأ نعرف منو بيتحمل المسؤولية. الألفة بيتم اختياره لأنه بيتحمل المسؤولية. صحيح. عنده شجاعة إنه يقول ده مخطئ وده فعل هذا وده خرب هذا إلى آخره. فالقدرة على تحمل المسؤولية دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا في عالم اليوم. يعني. نعم، جميل جدا النقطة دي. في عندنا قائد نحن هنا كمان في الاستوديو هنا، أستاذ حسين. أنت القائد بالنغم الجميل وبالغنى الجميل والكلمات الأجمل. حاجة أشوف كمان الكورة وراي كابتن مصطفى النجر، لكن حنسمع اللحن كمان. لا جدا. بكل سرور. Oh,
شكرا لك كثير. عمنا المرحوم محمود فلاح وانا بهديها لاسرته يعني. شكرا. حنواصل في موضوعنا عن القياده بكثير من الصفات وكثير من المعايير المختلفه لاختيار قائد والاستمراريته في القياده. عندنا فاصل اعلان، انتظرونا ان شاء الله من بعد، متواصلين معكم الفتره المفتوحه لاول ايام عيد الاضحى المبارك. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد.
عيد سعيد. مرحبا من جديد لصوت واصل معكم فترة مفتوحة لأول أيام عيد الأضحى المبارك والعيد أهل، والحديث عن القائد والقيادة بعدد من الصفات المختلفة. ومعنا عدد من القادة داخل الاستوديو. حجيك مباشرة كابتن مصطفى النجر. الكورة، حندخل في الكورة على طول. وبصفتك كابتن لفريق الهلال في وقت من الأوقات، عايزين نعرف منو اللي بيحدد شارة القيادة للاعب، إدارة الفريق ولا المدرب ولا إدارة الكورة؟ من اللي بيحدد الحاجة إنه اللاعب الفلاني هو حيكون كابتن الفريق أو القائد له؟ التحديد في الوقت ده للمدرب طبعاً، لأنه هو اللي بيقود المباراة. المدرب تقريباً يعني المدرب من حقه يعني يعين يعني حدد الغايد الكابتن الفريق في نفس اللحظة، بغض النظر عن إنه هو الغايد فلان. الغايد في المرحلة كاملة ممكن يتغير والغايد موجود طبعا على حسب ما تتطلب المرحله، حسب ما تتطلب المرحله، وحسب حسب يعني مرات بتكون حسب نوعيه المباراه ذاتها كمان. يعني المباراه اذا كانت مباراه وديه، مباراه رسميه، حتى الرسميات بتختلف من فريق لاخر ومن مرحله لمرحله يعني. فدي المدرب يعني هو المدرب. ايوه المدرب الى الان الحاجه دي المدرب هو عنده الكلمه. ايوه، وبعدين طبعا المدرب ذاته الناس يعتبر غايد، المدرب يعتبر غايد الاكبر يعني للفرقه، لأنه هو مسؤول الأول بالمناسبة في عن الفريق وعن نتائجه يعني. عشان كده هو له دور كبير جدا جدا، عشان كده من حقه أنه يحدد القائد بتاع المباراة دي منه حسب المباراة ونوعيته وظروفها يعني. أيوة. فدي أشياء بتحصل كثير. تغيرت الحاجات دي إلى الآن هو المدرب عنده طبعاً. الكلمة الأولى. أيوة يعني المدرب. ما تغيرت يعني ممكن المدرب يعني أنت ممكن غايد الفريق فلان الفلاني ده هو الغايد بالأقدمية مثلا بالشارع عنده، لكن بتجي مباراة محدده دغير. معينه بالذات بالمناسبه طبعا اذا كان طبعا اكيد الغايد عنده خانه معينه بيلعبها، طبعا دي بتعتبر على حسب غراءه المدرب ذاته للمباراه وللتكتيك اللي حيتبعه في المباراه، فبالتالي ممكن من حقه يغير الغايد يعني. يعني خلينا نشوف كمان اكثر صفات يعني ليه بيتغير واختيار الكابتن ده من غيره. استاذ حسين، قائد نديك شاره القياده في ثلاثه جهات، استاذ في وقت من السنوات 5 أو 6 سنوات يعني قائد لفصيل ممكن تكون مجموعة كمان، وقائد للفرقة الموسيقية وانت بتأدي في الأغنيات الجميلة، وقائد للفترة المفتوحة ذاتها. جناك ثلاثة إشارات. نمشي لمرحلة الدراسة والتدريس. كلمنا على القيادة في الوقت ده وتدريسك انت كمعلم في المرحلة دي، تذكر منها شو؟ والله طبعا المعلم ده يعني قم للمعلم وفه التمثيل، كاد المعلم أن يكون على صورة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وكل سنة وانتم طيبين والمشاهد الكريم طيب، وربنا يعيده علينا كلنا باليوم والبركات إن شاء الله. التعليم ده المعلم ده هو أساس كل شيء. أنا يعني هو اللي بخرج الدكتور، هو اللي بخرج المحامي، هو اللي بخرج المهندس. يعني المعلم ده بتتبنى عليه البنية الأساسية بتاعة أي مجتمع، ده حتى في تقديري أنا يعني. فأنا والله اشتغلت نعم في التدريس، وكانت يعني حاجة بالنسبة لي يعني حاجة مهمة جدا في حياتي يعني. هي اللي خلتني يعني أصل لي ما أنا فيه الآن يعني. وبالنسبة لل يعني الأوركسترا دي أنا ما غايدة يعني، في هنا رواد، ناس عمنا عوض لحمة، وناس عمنا عوض سليمان أكرات، ناس اللي اشتغلوا مع الكاشف. يعني في ناس رواد هنا. أيوة. يعني أنت هنا أديت القيادة بالأقدمية. نعم. مش كده؟ نعم. الفندة ذاته نوع من أنواع السلوك. أيوة. برضو ده حسب تقديرنا الخاص يعني. أيوة. يعني الفنان يجب أن يكون صاحب سلوك يعني لأنك أنت بتواجه يقدم رسالة من خلال فنه دي يعني، ما يكون غنى وكلمات، ما يكون يعني موهبة وصور وتتفكى في الناس. أيوة. والله يكون في عونه. صحيح. أنت يجب أن تكون ذول مثقف ملم مدرك يعني
كل الأشياء اللي حواليك يعني تتعامل بشفافية شديدة جدا جدا. يعني أنا كفنان الكوباية دي أسنى بنظرها مفروض يعني أي زول عادي ينظرها بمنظار، أنا كفنان مفروض ينظرها بمنظار مختلف. ليه؟ لأن الفنان دائما بيتعامل مع أرق شيء في الإنسان يعني مشاعره أحاسيسه وهكذا. فالفن ذاته نوع من أنواع السلوك يعني. أنا يمكن أديتك إشارة القيادة لأنه للفرقة الموسيقية مرات بيشوف فنان مثلا بيبدأ يغني بحصل اختلاف، ممكن مثلا ما هي مجموعة ما شاء الله يعني عدد من الفنان هسي باللحظة دي حصل اختلاف وانتم ما لاحظتوا، لكن انت احتويته بخبرتنا. طيب ممكن في فنان تاني ما يقدر يحتوي الحاجة ده وما يقدر يسيطر عليها مش كده؟ والله يعني تبقى القائد من هنا بتتفاوت من طبعا يعني دي حقيقة. سؤال أخير بس قبل ما يعني أمشي وأجي لساعات الفريق، عايز أعرف في حكاية الأستاذ جبيل، يعني في أستاذ لما تيجي داخل الفصل بتلقى الفصل كله مهرجل والدنيا جاية طفيف، أستاذ لما يكون واقف تلقى الناس ساكتة. بيختلف ما بين الخوف والاحترام والديمقراطية والهرجل، الأشياء دي كلها بتختلف. فكيف ممكن تكون أنت قائد مثلا كمعلم؟ يعني شوفي أهم شيء في المعلم شخصيته، أهم حاجة. يعني أنت شخصيتك دي في المدرسة دي أهم حاجة، في هيبة واحترام كده مش كده؟ يس. فأنا مشكلتي كان أول يعني ما كنت ممارس المهنة بتاعت التعليم قبل ما أشتهر كانت شخصية، وبعد ما أشتهر طبقت شخصية تانية صراحة يعني. صحيح. يعني حتى كنت لما أدخل الفصل كنت زول يعني زول ما في زول يعني فصل ده كان جاتك حشرة هنا ما بتقدر تقول لها كده، لكن بعد ما اشتهرت طب قلت هي داخلة وليسوا حظي تدريسي كله بنات أصلا هذا اللي يستاهل. أجي داخل الفصل بعد ما اشتهرت بتحصل هالكلام بجي داخل الفصل يا دين أغني يا حسين شكرا الله الله. فالقصة في النهاية لا 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 يعني الأستاذ في النهاية قال لي يا حسين شوف يا تدرسي يا ترقصي، قلت له أقول لك شو أستاذ ترقصي خليتك تدريس وواصلت في الغناء. بعدين بالمناسبة أنا التدريس ده جيته برغبتي يعني، يعني ما جيت ساكت يعني. أنا ذول أنا دخلت جامعة الخرطوم كلية التربية معايا أخونا الفنان سيف الجامعة وحييه دفعتك لا سيف أنا سيف دفعتي هاي وانتي دفعتي دي ما حيرضى بيها، المفروض يكون فرحان المفروض سيف بس يكون فرحان انه دفعتي. ونصحته بشلون من دخلتوا مع بعض؟ والله قلت له يا سيف يا اخي انت نفسك حتتخرج دكتور؟ ما يا اخي مدرس انا عايز ندرس وخلاص. مش انت درست؟ ما هو ما مشى هو ما مشى واصل انا مشيت. جميل، وهي فعلا مرحله كانت مهمه في حياتك. ونجي كمان لسعاده الفريق وتولي القياده في الاجهزه العسكريه، ده ممكن يكون قياده من نوع اخر ومختلفه. بيتم حسب الأقدمية ولا حسب الرتبة ولا بيكون عن طريق مؤهل علمي معين؟ يعني عايزين نعرف التفاصيل أكثر لتولي القيادة. كويس، أنا قبل ما أجاوب على السؤال ده حقيقة أنا يعني بيصير في النيل الحديث عن الأساتذة شجون يعني وذكريات جميلة. يا سلام. أنا أذكر أستاذنا المرحوم حسن نجيلة كنا في سنجل الابتدائية وكان هو مدير المدرسة، بيجي من بيته برجلينه مش بعربية. لما نيجي داخل البوابه بتاعت المدرسه كل المدرسه بتقف في اتجاهات الاربعه، الناس الموجودين شمال جنوب شرق غرب كلهم بيقفوا فوق احتراما وتقديرا لهذا الشخص. يا سلام. في حديثه في لبسه في مظهره في انضباطه في اي شيء. احنا الان نفتكر في انه احنا في حلقتنا دي لابد ان نحيي المعلمين الاساتذه، ولابد من انه احنا يعني في هذه الجلسه المباركه يعني نقدم ردو حال لمؤسسة التعليم في الدولة إنها تعيد الهيبة دي من جديد للتعليم، عشان التعليم يصنع لنا غادة. إذا ما قدرنا صنعنا غادة الحكاية دي بتحصل إشكالية كبيرة جدا. البشر دي ما بيتغادوا إلا بغايته. والأجيال تغيرت ذاتها كمان يا سعادة الفريق. يعني الأجيال تغيرت يعني الجيل الحالي بقى واعي أكثر ومتابع عايز طريقة وأدوات مختلفة. الجيل حقيقة يعني محتار. أنا في طلاب كثيرين جدا صريحين في الجامعة بتكلم معهم يقول لك احنا والله مشتاقين إنه يعني نتعلم حاجة من أساتذتنا ما فاضل لنا يعني، ودي كلها ظروف ممكن تترتب يعني. يقول الأستاذ فاضل الطلبة
بيقدر يعلمهم القيادة، الطلبة يكونوا من بدري ممكن مبكر جدا يستكشفوا مواهب، يكتسبوا منه مهارات وخبرات، وهم يستكشفوا ذاتهم، يعني ذاتهم فيها حاجات كثيرة. يعني أي إنسان ربنا سبحانه وتعالى أودع فيه حاجات رائعة جدا، يعني ما ظلم إنسان. بعد ذلك تتوقف على جهود الإنسان وعلى المجتمع حوله والناس القريبة له. القيادة العسكرية الحقيقة يعني ليست بالأدمية، في العسكرية ممكن يكون رئيس، ولكن يفترض في أنه الرئيس لابد أن يكون قائد. فإذا كان في رئيس عسكري سواء كان في الجيش أو في الشرطة أو في الجهاز بتاع الأمن وما كان عنده مقومات القيادة، دي كارثة حقيقية بالمناسبة للمؤسسة، كارثة حقيقية للمؤسسة. إذا كان مو عنده استماع بتاع القيادة كان هو رئيس. الاختيار أصلاً بيتم كيف إذا ما هو ما عنده مقومات؟ طبعاً الإشكالية الكبيرة في المؤسسات العسكرية إنها ما بتختار، بتبدي بنظام الأكاديمية، وده نظام تدي بنظام الأكاديمية. أيوة، في نظام فيه خلل كبير جداً بالمناسبة، يعني لا بد أن نعترف بذلك، لأنه يمكن إنسان غير غائب يتولى القيادة، وبذلك يعني يسبب ضرر بليغ للمؤسسة. عشان يجي قائد تاني يعيده مشكلة كبيرة جدا. ولذلك العسكريين دائما بيتمنوا إنه يحسن اختيار القادة بتاعهم، عشان الزول يكون رئيس ويكون قائد. يعني العسكرية بالذات تاني حساسة، يعني أحيانا فيها مواجهات تكلف الإنسان حياته وتكلف صحته وتكلف أشياء كثيرة جدا. إذا ما عمل، إذا ما كان في قائد بدك في إشكالية كبيرة. هو وبيتميز بمهاراته. لا، كل المهارات. طيب الصفات العامة للقائد عموما هي نفسها للقائد العسكري بنلقاه، ولا في مهارات لازم تكون عنده كمان أكثر؟ بالنسبة للقائد العسكري أنا رح عملت محاضرة قبل 3 أعوام في جامعة نايف لضباط الحرس الوطني السعودي، وسألوني عن إيه القائد العسكري، وقلت لهم القائد العسكري هو القائد اللي عنده إجابة حاضرة لكل سؤال ولا يفكر كثير. يعني اي اجابه مهما كانت، اقصد اي سؤال مهما كان معقد عنده اجابه، وكل الطرق بالنسبه له غير وعيره سالكه. يعني اي طريق حتى لو كان طريق ما سهل برضه الطرق بالنسبه له سخيف. ده الغايه اللي لازم، لابد ما بتحيب وما عنده خوف. نعم، لانه مؤسسه عسكريه طبعاً يعني شيء سلاح ده وامشي واجه لازم الشجاعه، واجه تمرد، واجه زوج شايله وسكين عاوز يعتدي على ناس، واجه مجموعه من الناس بتمارس في عنف، امشي الخلل طارد عصابه الى غير ذلك من الامور. فاذا ما كان القائد غرس في المرؤوسين مثل هذه الصفات بتلقى في اشكاليه كبيره جدا. يعني بتلقى في اشكاليه كبيره جدا في المؤسسه العسكريه. ما ينفع القائد يكون خلف الكواليس ويوجه. دي اشكاليه كبيره، قائد خلف الكواليس لا لابد ان يكون لازم هو نعم يتميز بالصفات المختلفه، الحضور. نعم، الحضور. ولا يعني الناس في سنه 74 يعني دي قصة في أمريكا لكن بيساعدنا برضو كثير بتقريب لنا الفهم. الرئيس نيكسون كل الناس عارفين إنه سنة 74 الحزب بتاعه تجسس على الحزب الآخر، ودي فضيحة كبيرة جدا. ووترغيت هاي يتعامل معه تحقيق، هناك عادي الرئيس بيعمل معه تحقيق، يتعامل معه تحقيق. فالرئيس سألوه المحققين يقول هل كنت بتعلم إنه الحزب بتاعك كان بيتجسس على الحزب الآخر؟ إذا قال لا كان حيكون رئيس الولايات المتحدة والموضوع ينتهي. أيوة. لكن قال له نيكسون طرد الشيطان وتحمل المسؤولية وبقى شجاع، قال لهم كنت أعلم ذلك، ففقد الرئاسة بتاعته. لكن قالوا عاش مرتاح لأنه اختار الطريق الصعب. كلمة واحدة كان ممكن حياته كلها تتغير. فإحنا القائد العسكري مطلوب من الآن أصله إطلاقا بأي حال من الأحوال لا بد أن يسلك كل الطرق، يعني ما عنده أي طريق وعير. فإذا ما كان يعني لو كان عنده طريق وعير بتكرف في انه ده طريق وعير، فبتلقى صفات القيادة انتفت منه النهائي. غير الخصائص الاخرى. يعني الحقيقه القياده بتجر لنا كلام كثير، يعني علماء الاداره تحدث عنا كلام كثير، لكن عاوز قبل ما اقول كلمه اخيره. الانسانيه مهمه حتى في العسكريه. الانسانيه مهمه جدا، الانسانيه مهمه يعني، وتكريم البني ادم برضه مهم. ولعلنا كلنا نستكشف من القرآن الكريم لقد كرمنا بني آدم. فالعسكرية لا تعني عدم تكريم الناس، لا بد من احترام الناس، يكون في إنسانية ولا بد من إنسانية. في هذه الحالة المرؤوسين يمكن أن يطحنوا جهنم. في أحيان الناس ممكن يفسروا الإنسانية بصورة خاطئة بأنه ممكن تكون نوع من الضعف. أيوة. نعم، ده خرف شعر، هي ممكن تكون شعر بسيطة والله ما فيها شعر. الإنسانية الإنسانية يعني لابد أن تكون إنسانية. الإنسان لا تعني إنه التنازع عن القرارات، لا تعني إنه تنفيذ المهمة، لكن الإنسانية نعم بشكل الإنسانية. نعم جميل.
وسيصير يعني الحديث قالوا سعادة الفريق بين الإنسانية، يعني في قرارات وقوانين لازم تنفذ وفي إنسانية لازم يراعي عليها كمان حتى الكابتنية وقيادة الفريق. أنت فريق أنت قائد، في لحظة ممكن يجي قائد غيرك، يعني في كثير من المواقف ممكن صحيح. في ضغوط نفسية ممكن يتعرض لها القائد. شنو شكل الضغوط النفسية وكيفية تجاوزها؟ أنا خليني قبل ما أبدأ الضغوط النفسية خلينا أضم صوتي للمحيين للمعلمين. وأنا أتحدث عن المعلم ولا أتحدث عن المدرس. المدرس لما بيجي بأدي مادة، لكن المعلم الذي يتعلم منه كل شيء. واحد من صفات المعلم اللي بتلقيد لنا القائد من البدري، لأنه أنت لما تدخل المدرسة وتقابل المعلم بتتخذ من المعلم كثير من الصفات اللي بيساعدك إنك تنمي فيك. ما أنت بتنمي في الأول بتنمي فيك البيت وأول مجمع كبير اللي هو المدرسة اللي أنت بتاخد منه. ولذلك دي بداية القائد بتكون في أثناء التعليم، سواء كان قبل الأساس وإنت ماشي. ولذلك المعلم مهم، والكلام اللي قاله سعادة الفريق إنه نحن محتاجين ننتبه للمعلمين ونضع لهم احتياجات تكون في الأول، لأنه هم اللي نحن بيطلعوا لنا القادة اللي بيكونوا موجودين. والمؤسسة العسكرية واحدة من مهمات الأساسية قبل ما الواحد يعني يبتدي إجراءاته الابتدائية للدخول للمؤسسة العسكرية مقابلة القائد، ودي بتحدد واحدة منها ينظر فيك لأي مدى. وبالمناسبة قد يكون المسؤول أو المدير في المؤسسة العسكرية بيخد اسم واحد بالقلم يكتبه على اعتبار أنه من طريقة الحديث أنه قد تكون فيه صفات القائد. الإنسانية لأنه بقت جزء مهم جدا في حياة الناس لم تترك، ولذلك وضع القانون الدولي الإنساني حتى في أثناء الحروب للمؤسسة العسكرية أو خلافة في أنه تحترم هذه الإنسانية لأنها مربوطة بالإنسان. وكما ذكر سينبه لها في الآية الكريمة اللي بتقول وقد كرمنا الإنسان. ولذلك حتى لا تترك الأشياء حتى على افتراضيات إنه تجرد الإنسان من الإنسانية، وضعت القوانين الضابطة لهذا السلوك، بأنه بالضرورة الإنسانية يجب أن تحترم. للما بيعرف وللما عارف يعرف إنه عشان هو يكون شخص قيادي هذه الصفة يجب أن تكون متلازمة بالنسبة له، الإنسانية. لأنه لو أنت بتقود مجموعة وحصلت أي شيء، لأنه الإنسان في الضعف بيضع نفسه في موضع الشخص الثاني. دائما الواحد ما يكون غنيان وربنا يدينه وإن شاء الله أبقى زي ده، لكن بمجرد ما زول يموت قدامك بتنزل كل الأرض بتضع نفسك في الموقف. ولذلك بتشوف القائد بيتصرف كيف. لو فطل زول الوقع ده ومشى، هذا الشخص لن تستمع له على الإطلاق. ولذلك الإنسانية بتساعدك في أنك أنت اللي هو التصرف مربوطة حسن التصرف في ذات اللحظة، لأن المجموعة قد يعني تتأثر بهذا الموقف. ولذلك صفات القائد كثيرة جدا، ناس يقولوا 12، الحد الأدنى منها 9 تصل لهذه النسبة العليا، ولكن واحدة منها الصفات الإنسانية. والنقطة المهمة جدا فيها الذكاء الاجتماعي، المواصلة. القائد ما يجيني خلاص، ما أنا حسب القياس المجتمعي. أنا حصلت لي توفي أبوي توفيت أمي ومديري أو قائدي ما جاني، ما خلاص أنا بنزله درجة. الناس كلهم أنت كيف يكون عندك الذكاء الاجتماعي وعندك التواصل الاجتماعي بحيث أنك أنت تقدر تتعامل مع المجموعة اللي أنت بتقودها. ما أنا قد أكون قائد 10 وقائد 100 وقائد يعني تترتب هذه القيادة وبدوني لها حسب مقدرتي. المؤسسة العسكرية بتخطها بحسب العددية، ولكن المؤسسات الأخرى بتخطها بحسب الشيء الموجود المتاح عندهم. قد ما تكون عدد معين ولكن حسب الاستيعاب إنك أنت تكون قائد. سألتك ممكن من الضغوط النفسية حرجع عليها وحنتكلم عنها والتفصيل اللي بتعرض ليها القائد عموما. لكن عموما بشوف القائد بيكون في ورطة إذا الافراد اللي تحتهم متمردين عليه، يعني يكون هو تقريبا في ذكاءه يسهر في انه يتخلص. ايوه، انه كيف يقدر يقنع الاطراف دي في انها تحترمه وتكون معه، ويعني غيره من التفاصيل المهمه للقائد. نعم، ايوه، ما في قائد مؤسس متمرد عليه، ده الرئيس. نعم، اذا كان قائد قائد هو فعلا القائد. نعم. ايوه، لكن الرئيس ممكن يتمرد. عشان كده لسه حنتكلم عن صفات القائد وسمات القائد اللي بتخلي فعلا القائد كلمته مسموعه ومحترم وين ما كان. استاذ حسين جيناك مرة تانية جدا جاهزين حبابي.
الرضا وال قلبي ضوء الليل والخدود نيفا والعيون السود والحديث عفا قلبي ضوء الليل يمشي هتاقي الخاتم خفة يا حلال القام للبلد قفة يمشي هتاقي الخاتم خفة يا حليل القام للبلد قفة قلبي ضوي الليل الجانب عطشان والزنع يفة والبيوت حزنة شالت الحفة الجرب عطشان والزرع جفا والبيوت حزنة شالت الحفا غابت القمرة والفري خفا والقلب اشتاق للبريد هفا قلبي ضوء الليل عطشان والزرع جفا والبيوت حلت شالت الحفا الجرب عطشان والزرع جفا والبيوت حلت شالت الحفا غابت القمرة والفري خفا والقلب اشتاق للبيت هفا قلبي ضوء سافر السمر في السما الصفة والسحاب بارد ماشي في زفة سافر السمر يا سمر سافر السمر يا سمر في السما الصفة والسحاب بارد ماشي في زفة الظلام خيم في العيون صفة والصريح في الروح سبب النجفة الظلام I'm
مشتاق لك شوقي ما كفى من الليل. حليل القام للبلد قفا يا حليل القام للبلد قفا البيوت حزنت شالت الحفة البيوت حزنت شالت الحفة غابت القمرة والفريق خفا غابت القمرة والفريق خفا اشتاق لك شوقي ما كفى عبي طويل الليل. كلمات اخونا اسهر محمد علي والحان حسين شندي. وبحيي اخونا وحبيبنا الشاعر الكبير اسهر محمد علي. شكرا جزيلا لكل التحايا. حنرجع برضو للكورة والرياضة. وعرفنا في الأجهزة العسكرية اختيار القائد بيكون بناء على الأقدمية. كابتن الكابتن اللي هو ثابت ما كابتن المرحلة البيجي بيتم اختياره كيف؟ والله يدخل بنفس الطريقة يعني الأقدمية هي بالأقدمية تلعب هي الأقدمية هي الأساس. لكن زي ما قلت لك هو ممكن المدرب يعني على حسب المدرب وشخصيته. يعني مرات المدرب قد يكون اللاعب القديم مثلا شخصيته ضعيفه شويه ممكن هو له الحق انه يبدل لا 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 يبدل مرحله ويرجع ولا ممكن يبدل كله نهايه يعني يبدل انه يبقى الغايب بتاع التيم بتاع الفريق للمرحله القادمه يعني. فما ما بالضروره انها تكون هي بالاقدميه ما شرط بالاقدميه يعني ممكن يحس انه على حسب رؤيه المدرب والمشاركه كمان في المباريات لانه طبعا انت بيكون عندك اكثر من 22 لاعب وبيلعب داخل مباراه 11 لاعب فقط. فبالتالي انت لازم يكون في لاعب واحد غايب من ال 11 ديل. يمكن الغايب بتاع التيم يكون هو بالاقدميه ما مشارك مثلا لاي ظرف من الظروف يعني يمكن يكون اصابه او يمكن يكون مثلا هو ما مستواه شويه ضعيفه ولياقته ضعيفه. فبالتالي هو من حقه يختار اي يعني تعتمد على وجهه نظر المدرب فقط وجهه نظر المدرب. وبعدين في نفس الوقت هي كمان وجهه نظر المدرب بجانب سلوك الغايد اللي حتختاره مهم جدا. سلوكه القياديه يعني هو طبعا داخل الملعب لازم يكون لاعب شخصيته قويه ولازم يكون مؤثر. مرات يعني انت مرات يعني بيأثر على اللاعبين. ما اللاعبين بتلقى في لاعبين واحدين مثلا تلقى الشخصيات بتختلف من لاعب لاخر ضعف الشخصية أو واحد بيكون بخجل يعني تلقى خجلان كده بالتالي يمكن ما ينفع في القيادة. بالتالي هو ما بتقدر تختاره عشان يكون بديل ولا يكون قائد الفريق. طيب الاعتماد على رؤية المدرب أحيانا بيكون فيها ظلم. يعني مثلا ممكن تكون رؤية المدرب يعني مثلا بيكون في على الأقدمية وهو ما بيستحق إنه يكون كابتن للفريق. هي ما فيها ظلم لسبب واحد. يعني أي مدرب بيدرب فريق عايز يفوز وعايز ينتصر في الأخير هو الانتصار المهم صح ولا ما صح؟ بيرجع عليه هو. بالتالي هو ما يعني أنا أتذكر يعني حاجة يعني حاصلة لي أنا ذاته وأنا كان يعني اللي هو سليمان فارس عارفه كويس. سليمان فارس طبعا مدرب من المدربين الممتازين يعني. يعني أنا اختارني أنا غايد للفريق وأنا ما كنت اختارني أنا غايد للفريق والمدرب اختارك شنو؟ اختارني غايد مدرب كابتن للفريق. أيوه والكابتن القصي قاعد يعني خلاص يعني شال الكابتن هاي اخذت ثاني انا هاي تقريبا. انت موقفك شنو هو موقفه شنو هو موجود في الفريق؟ ايوه مستوى ده كانوا داخلين وداخلين دبعتك برضه يا استاذ حسين ولا اكبر ولا اصغر؟ مستوى ده لو كانوا بيجوا خاشين الميدان والله نحن بنكون طشينا شبكه قبل ما يلعبوا هلالا طبعا. طبعا انت هلالا الدكتوره دي لهم ناس مستوى ده اللي داخلين ده بجي حاله نفسيه ليه؟ رخابية على السكين كان عندنا برضو المقابل. انا بقول لك سؤال مهم برضو كابتن مصطفى بحكم يعني تجاربه في السودان وخارج السودان في السعوديه. هل الجماهير لا تاثير على
ان المدرب يستوحي قراره باختيار الكابتن من الجماهير؟ اكيد ممكن ممكن جدا، لانه طبعا الجماهير يعني الجماهير طبعا عندها لاعبين، هو اصلا اساسا اللي بيفرح الجمهور شنو؟ الانتصارات. ايوه في لاعب بيجيب لك الانتصارات انت بيكون في قلوب الجماهير ولا ما كنت اشوف، لكن في يعني بيكون في لاعب محبوب تلقى من الجماهير برضه. ايوه من الجماهير ما بيكون محبوب ليه؟ لانه لاداؤه الطيب لاداؤه الجيد، فبالتالي الجمهور ممكن يطالب يعني انه بعيد يكون غايد. ولو هو جاء غايد بنفسه طبعا المدرب ذاته في بعض الاحيان بيركز تركيز كبير على انه الجمهور عايز شنو بالمناسبه، لانه الجمهور في الاخير هو حيجيب معاك، هو اللي حيأيدك. لا لا الحكايه دي في سؤال عندنا لها اثر كبير جدا في النتائج يعني صراحه، لانه انت لما تقود فريق الجمهور يكون مبسوط ويجيب معاك يعني ممكن يساعدك على الانتصار كثير يعني. صحيح ويديك دفعه معنويه كده. حصلت كثير يعني. ايوه طيب لما اختارك المدرب تفضل ساعتك. بس الرياضه دي بنلاحظ كثير مرات بينفرض عقد الامن وسط اللعيبه. أيوة. يعني لاعب يهاجم حكم يضرب لاعب ثاني، هل ده معناه ضعف الرياضه حقت الكابتن؟ لا لا, لا 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 يعني ده سلوك يعني لما ده سلوك، ما ده السلوك اللي اتكلم عنه بيل. ايوه سلوك انه هل معناه الكابتن ما قدر يرفض الانضباط وصل ده على الكابتن الحقيقه؟ لا الكابتن ولا سلوك فرد العقد؟ السلوك ده انفلات في المباراه، ده بكون دمر نفسه صراحه يعني. انا ككابتن ما ممكن اكون مراقب كل اللاعبين، ما انا عندي كمان عندي ادوار، عندي ادوار اخرى بلعبها في داخل المباراه، ادوار فنيه اخرى بلعبها في داخل المباراه، بالتالي ما حيكون عندي يعني ادوار بتاع رغابيه يبقى بحلعب كوره. لكن انت في يعني لما تلقى فرصه يعني هذه طبعا الفرصه بتتلاقي اكثر بين الشوطين، بين شوطين المباراه انك تتكلم مع أيوة الفريق وانت متتكلم مع المدرب. أيوة. انت كغايد ممكن تتكلم مع المدرب في بين فترتين المباراه انه فلان وفلان وفلان، انت ممكن بتتدخل يعني بتتكلم انت ما داخل الملعب. انت مع غايد هنا القياده هي دي المهمه جدا. أيوه. يعني المدرب هو غايد الفريق الاول لكن ما بيلعب داخل الملعب. فبالتالي في مهام انت بتاخذها من في مهام انت بتاخذها من المدرب. طيب انا عشان عايز اجي للضغوط النفسيه ساره، عايز اعرف لحظه اختارك المدرب انت ككابتن، في وفي كابتن موجود اللحظه دي كانت مفاجأة ولا كان في تمهيد ليها ولا كنت عارف انك كانت هي مفاجأة بالنسبة لي انا ذاتي. لكن طبعا يعني المدرب دائما هو طبعا بيختار الزول اللي بيقدر ينقل له الحاجة اللي هو عايزها يعني. فدي مهمة جدا جدا. حسيت بمسؤولية كبيرة ولا حسيت شنو؟ اكيد طبعا ونفس العملية دي حصلت لي في السعودية برضه مع النصر السعودي. تم اختيارك؟ ايوه من المدرب كان مدرب هو ممكن السبب يمكن الرئيسي كان للرياضة، وكان أنا بترجم له يعني بترجم له عملي ونظري داخل الملعب، لأنه هو كان لغة إنجليزية. أيوة. وكنت أنا يعني بتحدث إنجليزية كويس، فبالتالي كنت أنا مترجم إنجليزي وفني داخل الملعب للاعبين يعني. كنت بلعب وكان مساعد كثير هو نفسه. أيوة. هذه الأشياء دي يعني هي طبعا في مسؤولية عليك، بيكون في ضغط نفسي على الكابتن السابق. وبعدين بالمناسبة زي ما قال الأستاذ جبال كلام مهم جدا. هي الحاجات اللي بتتربى فيك من المدرسة من المدارس. أيوه. يعني أنا كنت في المدرسة بكون ألفا. دي برضه كانت شفنا ألفا أخيرا. أنا عارف الألفا ده مصيره شو في النهاية. بالتالي دي أيوه بتخلي يعني قائد من البداية. أيوه بتكون برضه يعني بالذات في المطار الثانوية، لأنه برضه حتى لعبنا الدورة المدرسية كنت أنا برضه كابتن الفريق وزاد حسين ما عارف ليه بتخيلوا بيقعد في الكلمة الأخيرة كده، ما عارفة ليه. مش كده بتديني إحساس إنك بتقعد في الكلمة الأخيرة من الفصل. لا لا والله أنا كنت شاطر جدا. لا لا شاطر لكن لا بتشغل قائد حقيقة. بقعد في الكلمة الأخيرة لأنه مشاغب، بس كنت زول مشاغب يعني. هاي تاخذ راحتك. نوع البرش الأستاذ بالحبل ده عشان نشوف نعدك قمصان النوع كده يعني. طيب ساعتك أيوه عايز تقول شنو؟ أنا والله عايز برضه أسأل كابتن مصطفى، لانه دي فرصه كويسه يعني. شكلك كده لا بس انا والله يعني كنت بحب الكوره وعشيق كابتن مصطفى بحاول يعني في تدهور ما يعجب الانسان في مستوى الرياضه في السودان. يعني مثلا قدام مرحلة ثانيه حتى في الاولمبياد دي ما لقينا حاجه. لا الاولمبياد حصلت فاتت يعني في باريس في البرازيل. وزي امريكا دي جابت 145 ميداليه، فيها 45 ميداليه ذهبيه. وهم بشر واحنا بشر. فهل برضه هل القياده مثلا بتاثر في اداء اللاعبين؟ القياده الاداريه. القياده الاداريه يعني يجوا اداريين ما عارفين الرياضه وكذا يخلقوا الحاجات. هسه انت جيت لحاجه اكبر يعني. احنا هسه ما بتكلم لك عن التيم، الاداره الرياضيه في السودان يعني ضعيفه. والسبب
يعني اول مره تحصل، يعني يمكن تحصل الفرق في الموسم ده لو تلاحظتوا كلكم، المنتخب خرج من التصفيات الاوليه كلها، الانديه بكل بشقيها الاثنين الهلال والمريخ بالادوار طلعوا من الادوار النهائيه، ما عندنا اي زول بيمثل، يعني كان تقريبا الا فريق منتخب الاولاد الصغار كان مشارك هسه ومشترك. الاسباب شنو؟ والله طبعا انا بقول الاسباب دي للاسباب الاداريه لاداره الاتحاد، ما هو اداره كره القدم، اداره كره القدم في السودان اتحاد كره القدم، يعني صراحه يعني مع احترامي لهم الشديد جدا جدا، يعني ما يعني هم لا يملكوا زي ما بيقولوا المفتاح، يعني نحن بنحتاج لناس يكونوا لا 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 مش مثل بقول لك لا يحك جلدك مستظفرك. صحيح. فاذا ما كان في ناس بتاعين كوره بيغيروا الكوره على الرياضه عندنا ما حتمشي لقدام صراحه، يعني بالحقيقه يعني ترجع للاسباب الاداريه. ايوه طبعا. طيب عايز تضيف في الكوره ولا في الكوره؟ طيب الناس كلها انا بديت جاري مهم جدا في حياتي. ايوه صحيح. يعني بديت كلامي قلت يا جماعه في فرق بين القياده وفي فرق بين الاداره. ايوه والاداره دي لو ما فرقنا بيناتنا الاثنين نحن ما حنقدر نصل للمبتغى. القائد هو البضع القوانين، والاداري هو المنفذ. أيوة. القائد هو المبادر. القائد هو الذي يتخذ المبادره والمخطط، ولذلك نحن القيادة دي فاقدينها. الإداري نحن عندنا إداريين كانوا قويين جدا. الإداري ممكن يطلعوا قرارات بس هي ما تكون قرارات سليمة. بينفذ هو تنفيذي بينفذ، لكن أين الذي يتخذ القرار؟ القائد اللي يتخذ القرار. ونحن ما لم نخرج من إطار الكورة باعتبار إنها هي دي الرياضة الوحيدة في السودان، نحن زي بنقتل بقية الرياضة. ولذلك نحن عندنا كل أنواع الرياضيات، الرياضة الأخرى سواء كان السباحة يعني كل ضروب الرياضة، لكن المشكلة الآتي نحن لله ما عندنا المضامير الأخرى اللي بتساعدنا، يعني المشي يمكن الساحة الخضراء دي الحاجة الوحيدة اللي تمشى فيها، السباحة يمكن داخل الأندية والمحلات بسيطة، الباسكت بول والفولي بول إلا في خلال ما جزء من ثقافتنا اليومية. يعني المدرسة أنا من أمشي المدرسة أولاد ألعب كورة، ما في بيت بتلعب، ما في باسكت بول، ما في بول بول، ما في تنس، ما في، يعني حتى التنس بقى للنخبة، والنخبة أهلهم مشغولين بهم دارين كلهم بيكون دكاترة ومهندسين. نحن محتاجين هذه الرياضة تنداح تبقى جزء من ثقافتنا اليوم. ولو ما المرأة دي يا جماعة دخلتوها في موضوع الرياضة، الرياضة ما حتمشي لقدام. مدارس السنية، ما أنا بتكلم عن بنت بوجد قادة، المدارس السنية من البداية أنا في المدرسة سيان كلنا بقينا سمان لأننا ما بنعرف نمشي ما بنعوم حقيقة، ما عندنا فهم للرياضة. والبتريض ده خلاص يعني عنده فراغ أو خلاص كده. لا لا درب ضد الساحة الخضراء. أيوة. مشيت في الشارع مالك ماشي. أيوة. يعني كل الأشياء من إحنا محتاجين العقلية دي تتغير وتكون عندنا قادة رياضيين. صحيح. نمرق من إلى المريخ كورة غلبونا وغلبوكم الليلة وسجمكم ونبل ما حنمشي. بعدين التشجيع واحدة من المشاكل، التشجيع لأنه بتخلي الناس التالية تنسحب. لازم يكون التشجيع بأسس وبأسلوب. لازم تتبني الأماكن الرياضية في كل الأحياء. أيوة. وتبقى جزء من ثقافتنا. أيوة. عشان كده احنا أبنائنا يطلعوا يجوا كل رياضة هم حابينها. القيادة بطريقة سليمة، الغنى ذاته يكون جميل. طيب عشان ما تسمع الألفاظ المسمحة لما يكون في غنى متواصل الحاجات بتتغير. يعني حديث عن الرياضة فعلا هو مهم جدا، واتمنى انه يكون واحد من ثقافاتنا نحن العادية اليومية، يعني ما شرط انك تكون انت السوداني في الشارع بتمشي، لو في مشيت في الشارع يجيبوا لك خمسة العقل السليم بتلقي الناس السودانيين ماشيين كده، لكن بتلقي جنسيات ثانية بتلقي تك واحد ماشي. المشي ذاته بعلمه للناس. صحيح. احنا ما بنمشي نحن بدنا بنطوطح. طيب واحده من المشاكل النفسيه ايضا هي الضغوط النفسيه، اذا كان للما بتريض او للقائد عموما. المحور الجبيل قبل الفاصل، وشنو الضغوط النفسيه ممكن يتعرض لها القائد عموما في اي مركز واي موقع، وكيف ممكن يتجاوزها هو؟ طيب هو اساسا عين قائد عشان ما يكون عنده ضغوط، لانه عنده يمتص هذه الضغوط النفسيه. ليه؟ لانه اساسا هو تميز دخل له انه يلغي الأشياء الأخرى على ظهره. هذه واحدة. الحاجة الثانية
لما بيحصل التمرد ليه؟ عدم العدالة، عدم الثقة، المحاباة، حاجات كثيرة بتخلي الناس بتقول ليه؟ إحنا عندنا كلمة ليه وإيش معنى؟ القائد واحدة من ميزاته إنه يذيل هذه الفوارق، يعني يكون موجود إنه ما يكون يحابي شخص على شخص عشان ما يكون التمرد. بيحصل التمرد لأنه لأنك أنت ما بتوصل المعلومة للناس. يا جماعة الليلة إحنا ما عندنا أكل، ما عندنا أكل، البيت كله حيعرف الليلة البيت ما فيه أكل، كيف نحن نقدر نجيب أكل في أنت تعمل كده إلا أنت تعمل؟ يعني توصل المعلومة للناس، تشاركهم في إنه يتخذوا معاك القرار، بتاخد تستمع لهم، بتسمع منهم، في الآخر بتجيب أنت القرار الصحيح عشان أنت تتفادى التمرد. القائد الحقيقي لا يتمرد عليه، لكن أنا لو كنت رئيس أو كنت إداري ممكن يحصل لي تمرد، لكن أنا لو قائد ما بتمرد عليه. طيب في ضغوط نفسية ممكن تكون بتشابه، قلت المفروض القائد ما يكون كذا، ما يظهرها. أيوة ما يظهرها، ما لكن ممكن يكتئب إذا فشل، ممكن يخطب هو يشعر بالحيرة إنه يعني، لكن ما القائد الذكي بتجاوز لا بيسأل المجموعة يتشاور معهم. أيوة يتشاور معهم، فلما يشاور معهم بيلقى نفسه إنه الحيرة ذهبت، يمكن واحد يجي مرة يديك كلام خفيف يساعدك في انك تقدر تمشي. بعدين الخبره، يعني القائد بالضروره انه تكون عنده خبره عمليه في الاشياء، وانه عنده المقدره للتغيير. القائد لو ما عنده المقدره للتغيير تبقى مشكله، بيتخذ القرار ما بخاف. الجيبيك الشجاع اللي تكلم بها سعاده الفريق، وجيبيك الكابتن قال انه مفروض يكون القرار فيه شجاعه. صحيح. لو ما عنده شجاعة يتخذ القرار ما هو طاب نصيب حتى ما حيبقى ليه. خلاص صحيح. ساعة الفريق يمكن برضو عايز يجيك. أنا والله دي نقطة ممتازة جدا تكلم عنها دكتورة سارة فيما يتعلق بالضغوط النفسية. يعني إنسان بشر ومعرض لأي شيء، وحتى في الحديث المشهور الدعاء المشهور عن اللهم نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وغير الرجال، يعني دي حاجة نفسية يعني، لكن عندها علاج يعني، حتى في الدين عنده علاج. الانسان يدعو يعني القائد المتمكن بعلاج بسرعه، المتمكن يعني يمكن عليه. انا عاوز قضيه مهمه جدا يعني، حتى في بعض الاخوه الغاده غايبه عنهم القصه دي. القائد لازم يكون ديمقراطي، والديمقراطيه دي هي بترفع عنه كل الضغوط المختلفه. هو لابد ان يشاور الناس المرؤوسين معه، ولابد ان يحترم ارائهم. احيانا تاتي الاراء من اصغر الناس، يعني يكون مودع في ذهنه الافكار الجيده الافكار النيره، وذلك الغايه يكون ديمقراطي عشان يتجاوز الضغوط النفسيه. ديمقراطيه بيسيطر ويسيطر. ايوه ديمقراطيه بيسيطر. يعني لازم يدي المرؤوسين يعني يعبر عن افكارهم، لان الانسان فيه افكار كثيره. انت لا تستطيع ان تدعي بانك تملك كل الافكار الجيده، ولذلك لابد ان تاتي المرؤوسين فرصه في التعبير عن افكارهم. ممكن ان نسميها ديمقراطيه في عصر الراي، فبيجد مخارج كثيره، يعني بيجد مخارج كثيره عندما يعني يمارس الديمقراطيه مع المرؤوسين، فتفتح لهم مخارج. وحتى لو عاوز يتخذ قرار بتساعد نفسك، التأييد من المرؤوسين بيساعد في المضي في القرار، مواجهه هذا القرار. طيب ساعه الفريق انا حرجع عليك مره ثانيه، وعشان اجي اشوف الطريقه اللي انت كنت بتتبعها ايضا في القياده، وكيف في المواقف الكثيره كنت بتتخذ القرارات. استاذ حسين جاهزين نسمع كمان؟ جاهزين والله. شغل أفكاري وقلبها هايم، شغل
مكاني وقلبه هاي لو كان وصلوا علي دايم أنا ما بسمع بهداي بريده بهديها لأسرته. شكرا جزيلا. طيب حنتواصل مع مشاهدينا في كل مكان، عندنا فاصل ثاني وحنتواصل من بعده الفترة المفتوحة لأول أيام عيد الأضحى المبارك، انتظرونا. عيد سعيد. عيد سعيد.
عيد سعيد. عيد سعيد. مرحبا جديد، رجعنا لكم مشاهدينا في كل مكان، وأول فترات عيد الأضحى المبارك، والحديث عن القائد والقيادة وسمات وصفات القائد في كل مركز وفي كل مكان، كيف يقدر هو يقدم أفضل ما عنده وهو قائد للناس والمجموعة. سعادة الفريق حجيك وتكلم عن الفترة اللي قضيتها والطريقة اللي كنت أنت بتستخدمها في التعامل مع المجموعة معك، يعني في طريقة عندك أسلوب معين، وهل تراكم مع الفترات كل ما السنين تزيد من الجن الخبرات تراكمت واختلفت؟ أول شكر لك، أنت كنت عبارة أنا أخذها أنه مفروض الغاية دائما في كل لحظة وفي كل وقت وفي كل ظرف من الظروف يقدم أفضل ما عنده، يعني من قرارات من توجيهات إلى غير ذلك من أمور من أداء ومن سلوك. والمؤمن كيس فطن، يعني لا بد أنه الغاية تخذ تلت العبارة دي في ذهنه، كيس فطن، يعني قبل ما يتخذ القرار لابد أن تتوفر له المعلومات، لابد من مشورة، لابد من اختبار أثر القرار بعد اتخاذه، وأهم شيء يتجنب الغاية تبرر الوسيلة، لأنه الغاية تبرر الوسيلة، إذا اتخذ القرار بناء على الغاية تبرر الوسيلة زي حقنة المخدر، تنعدم الإنسانية اللي قلناها قبل، تنعدم الإنسانية ويظل الداء موجود بعد نهاية المخدر، يكون القرار فيه إشكالات كبيرة. حاجة مهمة جدا وأصل طوالي بتخرج أي إنسان من القيادة إذا اتخذ القرار بناء على ربات ذاتية أو شخصية، لأنه بنكون هنا جرحنا العدالة وجرحنا الإنصاف، ودي حاجات مهمة جدا، وعملنا ظلم، دي أشياء تزال باغية في ما بتتعالج إطلاقا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فلذلك لابد أن تكون كل هذه الأشياء يعني موجودة في عقلية الغاية. الخبرة حقيقة والممارسة بتخليك تسرع في استيعاب كل هذه القضايا المختلفة عشان تطلع على القرار، يعني الخبرة لها دور كبير جدا، والتجارب يعني في قرارات ممكن في بداية الخدمة تتخذها لكن بعد استمرار الخدمة والفترة ما تتخذ نفس القرارات أو بشكل معين، هذا وارد، لكن المعايير نحن نتكلم عنها المؤمن كيس فطن، يعني يلم كل المعلومات قبل ما يتخذ القرار، ما يسمع اخبار من باك دور زي ما بيقولوا، يعني باذن ده عندنا موجوده، ممكن تكون دي واحده من المشاكل الكبيره جدا، يعني ايوه يكون سميع، يعني لابد انه يعتمد على المعلومه تجيب بدون ما يتاكد، يعني الشفافيه دي مهمه جدا في اتخاذ القرار، يعني مهمه جدا الشفافيه معناها يعني لابد ان تكون المعلومات كلها مكتمله، ولا تعتمد على جانب معين من الناس دون جانب اخر. الحاجات دي كلها تبع الغايه تقريبا بتزعفه باستمرار في انه يتخذ دائما قرار موفق، لانه قرار ما بتكون عنده اساس سيء، يعني اكبر مشكله تواجه الناس يكون الغايد يتخذ قرار سيء، اصله يتخذ قرار سيء طوره بيتحول من غايد لرئيس، لانه اصله يفترض في الغايد دائما يتخذ القرار سليم، يعني قرار معقول، قرار فيه موضوعيه وفيه عقلانيه، حتى لو خالفوك الناس يعني يحسوا انه فيه قرار موضوعي. احنا يعني عايزين ندخل جوا العسكريه اكثر، في مواقف اكثر يعني في الذاكره ممكن تستحضر علينا كنت موجود فيها وكان في طريقه لاتخاذ قرار معين بطريقه معينه؟ انا والله في فتره درست التفاوض، وجدت ان التفاوض ده مهم جدا وللقائد العسكري خاصه في الشرطه، لانه بجنب الناس المواجهات، بجنب وقوع ضحايا، بجنب احتكاك مع المجتمع البشري. ايوه انا اذكر احنا في رتب يعني صغيره ومعي زميل اخر بذكر المهندسين دي قبل ما تنبني كان السكن عشوائي، وامرنا ان احنا نزيل السكن وتحركنا عشان نزيل السكن في تلك المنطقه، بدون ما نشعر وجدنا الاف الناس حولنا بالحراب وبالعصي الى غير ذلك من الامور. فانا الان سعيد بالقرار اللي اتخذناه مع زميلي، هو كان اكبر من رتبه، انه ما ندخل في مواجهه مع المواطنين، ورضنا منهم حوار، وفعلا دخلنا معهم في حوار، طلبنا منهم الحادث كيف نعالج الاشكاليه، والانسانيه مهمه جدا، لانه احنا لو اتخذنا القرار كان في اشكاليه كبيره انسانيه، لانه في سيدات عندهم اطفال، صحيح، في سيدات في الوضوع، في ناس كبار في السن الى غير ذلك موجود في منطقه السكن، وانتم ممكن تقدروا تنتصروا عليهم، يعني ممكن يعني ممكن أيوة. ممكن تستعمل الذخيره، ممكن تستعمل السلاح، وممكن الى غير ذلك الامور، لكن مهم جدا يعني الغائد يعني وهو في احلك الظروف
لابد يتصرف. عشان كده انا لما ذكرتك بهذا الحديث العقلانيه مهمه جدا في اخواننا في الحرس السعودي كان اول شيء حقيقه كثير جدا في احنا كيف نكون عندنا اجهزه سؤال اجابه جاهزه لكل سؤال. فالغالي اذا ما كان عنده اجابه جاهزه لكل سؤال يمكن ان يسبب كارثه كبيره يعني. واساسا بعد ده ما بقي غايه اطلاقا يعني ما في غايه في التاريخ يذكر بانه سبب كارثه. لابد ان يحقق نتائج مرضيه لكل الفئات المختلفه للمهنه بتاعته. ولذلك احنا الان حريصين جدا على انه نتكلم عن القياده بانه لابد في مؤسساتنا التعليميه كلها بما فيها الجامعه واهم من الجامعه مؤسساتنا الادنى واهم من مؤسساتنا الادنى المؤسسات التربويه الصغيره اللي هي الزيرو الاطفال في الروضه. لابد ان نبني قيادات على اساس حتى تنتشر القيادات في كل مؤسسات الدوله. البنايه ده الاساس بتاعهم عشان يعني في كل مؤسسات الدوله يكون عندنا قاده عشان تكون القرارات في الدوله كلها قرارات موضوعيه وتكون كلها قرارات مقبوله. حتى اذا انت ما اتفقت معها تحس بانها قرارات عادله. ايوه يعني تحس انها قرارات مقبوله. ما نعم يمكن ساعه الفريق قبل كابتن يتكلم عن المشاوره، انت تشاور المجموعه اللي معاك اللي انت بتترأسها وده نوع من الديمقراطيه. وحتى في الموقف اللي هو ذكره ايضا كان في مشاوره بينه وبين دي ما اجيبك نعم. قاعد اتكلم عنها هي العقلانيه. ايوه لانه انت ما مرات انت بتكون غايد في الاخير انت داعي تجيب نتيجه في الاخير هي نتيجه يعني نتيجه التصرف بتحتمل اشياء كثيره جدا جدا. يعني اسيد هو كان يتصرف تصرف ثاني يعني عمل ضرب يعني كان في حتكون في نتائج يعني غير سلبيه غير محفوظه. ممكن ناس تموت ممكن تحصل حاجه زي دي لكن العقلانيه دخلت في التفكير. أيوة. فبالتالي دي من سمات الغايد. يعني الحته دي يعني شوف غايد فعلا يعني صراحه صحيح. فكر بعقله عمل جلب الناس عمل كثير من الخسائر أيوة. طبعا عايز اعرف عندكم في الرياضه اذا انهزمتوا يعني مثلا في الشوط الاول تحصل كثير ولا بسيط؟ والله هذه طبعا تحصل كثير لكن هنا تبدا انا عايز اعرف المشاوره كيف بتكون. يعني مثلا اتغلبتوا 3-0 جه في بين الشوطين بتتشاور بيشوف وجهه نظرهم ولا انت بتتخذ قرارات ولا المدرب؟ هنا بقى طبعا هنا قلت لك عشان كده قلت لك في الحته زي دي الغايد الاساسي هو المدرب. الغايد الاساسي هو المدرب لانه يعني طبعا حكايه انه انت اتغلبت الشوط الاول بقى هنا تبقى هنا الشوط ده الشغل بتاع منه شغل التدريب شغل فني شغل تكتيكي. يعني انت اتغلبت 3 زي ما قلتي يبقى هنا انا عايز اعمل شغل تكتيكي. انت كابتن ولا مدرب الحقيقة؟ المدرب ده معنا يعني. طيب انت حيكون دورك شنو ككابتن؟ انا كمدرب ككابتن حيكون اني انا اساعد المدرب على تنفيذ التكتيك اللي هو حيغير به النتيجه بتاعت المباراه. لان انا جزء من الاشياء المنافسه. حضرت له كوره ولا شيء؟ لا لي مثل حي كان اظن في بدايه السبعينات وكانت لعبه بين السودان ومصر وكانت لعبه مفصليه وكان علي جاجرين القائد بتاع كان الكابتن وكنا مغلوبين في الشوط الاول وكان لازم نرجح الكفه للشوط الثاني عشان نقدر نحن نمشي لقدام. انا بتذكر لما كان التيم تنشن كان علي جاجرين بيسوي لهم كذا اهدوا وتمكن في انه نحرز الثلاث اصوات الاقوان اللي ساعدتنا في انه تغلب غيرت ميزان طبعا هذا وقت ما تولدنا. انا عايز اقول لكم عشان اشوف الذاكره الحديديه دي كيف ما شاء الله انتوا صغار وانا اتذكر حتى اللقاء كان ليلى المغربي عملته من الكابتن الكابتن شحاته قبله رحمه الله وكانت بيقول انا يعني لعبت كم مباراه دوليه وما تهزش شباكي فكانت الغنية محمد لميم تقول لي اشوفك بكره في الموعد أتي رشد بتنا 3 يعني قالت لي مخطوبة يا كابتن أنتوا لو تغلبتوا 3 في الشوط الأول أقول يا رجل 3 مثلا ضربة مثلا يعني شو النتيجة كده معناها صعبة يعني ده مجهود كبير هي ما هي بتكسب أنا عشان تعديلها خلاها واحد 1-3 يعني حط ضربة مثلا شوف أستاذ حسين ما تحمل عايز هو شوف يعني حسب مثال بتاع الدكتور علي جاجرين ونحيوه يعني السفير يهدئ اللاعبين يعني ده عمل بتاع قياده مهم جدا صحيح يعني يستطاع من خلاله ان يحقق النصر ويعني في ناس الناس اللي شاهدوا فوز السودان بكاس الاتحاد الافريقي في 1971 كان مباراه بين السودان وغانا بالضبط ايوه كان فيها انا اشكر فيها اللعيبه المشهورين اخونا نصر الدين عباد جاكسون نحييه امين زكي نجم الدين يعني مجموعه يعني الهدف الفاز به السودان في غراءات كثيره جدا كتبوا كيف التدريب
والرياضة بتاعت الفريق ساهمت كلها في انها تصنع الهدف بتاع السودان. يعني نعم القياده الرشيده هي قادره على انها تصنع الفوز. ما جاء هدف السودان جاب عمل مشترك مما طب المشكله اللي حصلت في كاس افريقيا الاخير اللي اتلعب اللي هو كانت الجزائر ومصر. يعني لولا كانت في حكمه في القياده كان ممكن تحصل كارثه بكل المقاييس. معك متابعين بقوه للشان الرياضي. طيب الكابتن الرياضي جزء من العمل الامني في الشان الكبير. عايز اعرف طيب دور الكابتن داخل الميدان، انت دورك شنو ككابتن لفريق وكقائد انت في الوقت ده، خارج الميدان بتوكل المهام كلها ترجعها للمدرب ولا برضو عندك مهام ككابتن وقائد؟ داخل الملعب صح؟ داخل الملعب ده خلاص ما هنا انفصل المدرب. المدرب هو طبعا خارج الملعب ادى الاشياء اللي عليه، بالتالي هنا اللاعبين حينفذوا بقياده الكابتن. يعني الكابتن هو طبعا في داخل الملعب بيساعد على تنفيذ التكتيك اللي حدده المدرب لاداء المباراه حسب ظروفها وحسب جوانبها، يعني اللي هي تنفيذ الشيء المعين تكنيكيا مهاريا، يعني يعني سواء كان اداء دفاعي او اداء ممكن تكون جوا النادي وتوجيه أيوة طبعا ممكن انا او ممكن انا كغايد امشي مثلا حصل مرمى قال له يا اخي ارمي الكوره دي باليد، ابتدي العب باليد ما ترمي برجلك، قام شات برجله تختلف. يعني ممكن اقول له يا اخي انت العب الكوره باليد ليه؟ عشان ترميها لاقرب واحد وتبتدي بالتدرج قبل ما تشوط انت هناك. ده ممكن الكابتن يمشي يقول لك الكلام ده. ما دي الاشياء الملاحظه هو لازم ينفذ طبعاً. أكيد أكيد طبعا لو نفذها والخالفه معناته هو حتى لو حصل للفريق ثاني حيكون هو السبب. لكن دائما الناس بتنفذ يعني وبتعدي، يعني دي ما اللي هو لانه في يوم من الايام قد جاب في نفس الموقف، يعني هو ككابتن للفريق ممكن يجاب في نفس الموقف. أيوة. فدي شغل الكابتن يعني بتاعتي. طيب حنرجع كمان عندنا محاور لسه مختلفة عن الأجهزة العسكرية والنواحي النفسية والاجتماعية وكمان في الرياضة. أستاذ حسين رجع لك مرة ثانية نسمع شنو. والله طالما إنه كلامي عن الكورة نحن قبل غنينا لأخونا صلاح مدريد، هسه نغني لأخونا أشرف سيد أحمد ومن كلمات أقول لكم سنة طيبة الدكتور علي كوباني. وبالمناسبة يعني نهني أخونا الدكتور علي كوباني بالشفاء، ربنا يديه الصحة والعافية وجسد جل بلده طيب ومعابه والحمد لله. نحن والله من هذا المنبر نحييه تحية خاصة ونحيي أخونا أشرف سيد أحمد تحية خاصة. احنا نضم صوتنا لكم لأنه أشرف أبو الكوماندان بتاع البوليس. تحيز نعم. وأخونا كوباني برضو علاقته مع البوليس علاقة وطيدة جدا لأنه كان أستاذ الطب الشرعي. وكان البوليس كله بيعتمد عليه ونحييه جدا وأخ صديق وبدو الشركة عمر عاشر. نعم إن شاء الله. اتفضل أستاذ حسين. الزعل خلي الحزن اسمع معاي همسة مزن، سيب الزعل خلي الحزن اسمع معاي همسة مزن، تحكي الجمال شوق الوصال زي الغصن
الزعل خلي الحزن اسمع معاي همسة مزن طيب الزعل خلي الحزن اسمع معاي همسة مزن شجن وانسى المحن وانسى المحن. أستاذ حسين وانت بتكون واقف في المسرح كده في احتفال كبير في فرقة موسيقية خلفك في جمهور في كاميرات يعني بيكون في مواقف مرات ممكن تكون طارئة تحصل انت كقائد ممكن يكون عندك حسن التصرف انك انت تحتوي الموقف مثلا وصفات كثيره بتتميز بها انت كفنان قبل ذكرت انه عندك رساله ولازم تكون مثقف وكثير من الصفات الجيده يعني فلو بتذكر لنا مواقف او كيف ممكن تتصرف في كثير من المواقف اللي ممكن تطرا او تحصل والله مواقف كثيره جدا يعني مواقف يعني انت في المسرح ده بتمر بك حاجات عجيب طبعا بتغني بتكون شايف وبتحصل لك انت ذاته شخصيا انا أيوة. شخصيا حصلت لي يعني بشهاده الجماعه دي كلهم مره بغني في الخرطوم هنا والمسرح على الحيطه والزمن ذاك ما في ساوند سيستم ما في الميكروفون العادي يعني خدتنا في الحيطه كده وطلعنا المسرح وبدينا مع البدايه يعني زول نط من البيت الحيطه دي فيها البيت ده يعني زول نط من اللي بيت اللي بنيت في المطعم خلقني من هنا بتكونك مالك وين بتكونك يا زلمه ها ناس نايمين بالحبوب ناس نايمين بالكونغ وناس نايمين بالحرق بتكونك مالك مالك يا زول ده كان بعد 11 ولا شو الكلام ما الزول ده فكوا مني انا ميت من الضحك والناس دي تضحك والحفله كلها تضحك يا الله يا الله فكوا مني شلنا المسرح والميكروفون كله ودينا في الصيد الثاني رحلت من هنا كويس عشان ينوم في حاجات بتاعت في واحده والله مره انا برضه في الثوره الحاله الاولى في حفله والله العظيم واحد يعني انا واقف في المسرح اظنه غش المغابر الطوب حق مغابر احمد شرفي القدر دي كده دي شايل والله انا طالع في المسرح الزول ده عايل لي وتل دانيلا انا ما في المسرح متى بتغني وانا بعيل الزول حفيان عرفت الزول ده ما بس انه سطر وبكام سك الزول مسكناه وهايته واصلت غنين لقيناه واصلت بعد فتره يعني بعد خدت نفسي ما ممكن اخذ طوب لا مشينا جو اهلي فتشوا اتضح انه زول كان في مستشفى التجان الماحي وشرد ما يقع الا في بس جاكي الف سلامه لك ففي مواقف كثيره ايوه تتعرض لها يعني بتحتاج فعلا لحكمه ولتروي وتستجمع كده قوتك وتروي يعني هسه زول نطه وخنقه يعني انت لو كنت زول ما بتدي الامور حجمها الطبيعي ممكن تخنق في المسرح ما خضوط قناه ورحلت مسرحك وغنيت عادي صح ولا ما صح ممكن تخنقوا يعني والله قمنا بكل اريحيه واصلنا طيب حاجه برضه للمواقف اللي بيصرفوا فيها الكابتن والقائد في الاجهزه العسكريه ابدا معاك سعاده الفريق وفي لحظات الهزائم وفي لحظات النجاح والفوز ما بين التحفيز وما بين رفع الروح المعنويه كيف بتتصرف انت كقائد ومهامك انت كقائد كيف تتعامل معهم؟ والله شوف العسكريه دي حاجه مهمه جدا يعني لازم زي ما بيقولوا الروح المعنويه تكون عاليه جدا في كل الاحوال سواء كان في النجاح او في اي ظروف اخرى يعني لازم الروح المعنويه تكون عاليه والروح المعنويه دي مش زي بيقول زي ما بيقول العساكر بالورق الاخضر يعني باي مواقف اخرى باي يعني
صورة من صور الدعم المعنوي والنفسي للمرؤوسين بتكفي يعني. يعني مهمة جدا يعني الدعم المعنوي ده مهم جدا في العملية. طيب الدعم المعنوي اللي هو بعد الموقف أو بعد يعني حادثة مهم معينة مثلا؟ مهم جدا قبل الموقف. يعني الدعم المعنوي ده مهم جدا قبل الموقف ومهم جدا بعد الموقف. يعني قبل الموقف بعد الموقف لازم يكون في دعم يعني. طيب بعد الموقف مثلا حصل لا قدر الله أي نوع من أنواع الانهزام وأنت كغايد مثلا بتكون في نفسك في شيء من الحزن يعني على انه مثلا خسرت الموقف ده والمعركه دي فبتتصرف انت بتديهم كيف الدافعيه يعني شوف العسكريين في احلك الظروف يعني مثلا استشهد زول او 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 حصل له ظرف من الظروف يعني هذا الموقف لا يمر سائل لابد ان يعني يكون في تعبير لاسره الضحيه او الشهيد وإصهار للمجتمع بأنه ما زالت هذه القوة هي قوة بخير وما حدث لا هزة إطلاقا بأي حاجة من الحوال. وذلك في العسكرية كان زمان في حاجة اسمها تابور الجنازة. تابور الجنازة عبارة عن دعم معنوي للقوة. يعني عندما يستشهد عسكري أو ضابط في حادث بيتعمل طابور بتاع جنازة في منزله في الحي الموجود فيه بتجي قوة عسكرية كبيرة جدا عنده طقوس يعني الموقف ما بيمر يعني نعم أي حل يعني عشان يعبر للمجتمع بأنه القوة متماسكة ويعبر لأسرة الضحية أو الشهيد أنه نحن معاكم قلبنا أنتم في القلب وابنكم في القلب ويعبر للآخرين برضه نحن مستعدين نواجه أي موقف جديد يعني مثلا الدعم المعنوي مهم جدا في العمل العسكري هي ما بترتبط بالمال أي حاجة من الأحوال. طيب عايز أشوف في الرياضة أيضا كابتن مصطفى النجر نفس القصة كل ما يجيك أستاذ حسين بيضحك عنده كلام كثير عايز أقوله فما بين الانهزام والفوز في أي مباراة بيكون في تحفيز اذا في فوز ولما يكون في هزيمه انت نفسك بتكون محبط يعني مثلا طبعا هو الفوز بيكون فيه يعني حافز كويس يعني او حافز غير الحافز الحافز المادي الحافز المعنوي الحافز المادي وانا يعني انا كده الحته دي انا هقول دار اقول يعني قصه حصلت حقيقيه انا كنت قايد يعني انتصرنا في الاخير يعني كنا ما اعرف حسن حسين بتتذكر المباراه دي ولا متذكر اللي هي كنا لاعبين كاس السودان بعدين مع المريخ كانت كل المريخ قام احنا جبنا الجول الاول والمريخ احنا كنا دارون بيشيل البطوله وغالبين بيشيل البطوله فجبنا الجول الاول قام المريخ درن وغلب عيد سعيد عيد سعيد